أخذوني ما بعرف ليش أخذوني. فتيل ثورة السوريين إن صح التعبير هو الاعتقال التعسفي الذي طبقه النظام على أطفال درعا عندما خطت أناملهم كلمة إرحال. وبدءا من ذاك الوقت بدأت قصص المعتقلين كما أنباؤهم تتوارد يوما بعد آخر، إما للطمأنة أو للتعزية بنبأ ذاك الشهيد لتقام عليه صلاة الغائب. دوما صار الغائب على أرواح الشهداء. إحدى قصص النجاة القليلة يرويها بطل الحكاية أبو حسن، الذي استطاع مع أسرته النجاة بأعجوبة من قبضة النظام بعد قصة معاناة طويلة. أخي الكريم، قدر الله علي أني مسكت بالكسوة، كنت جاي من الأردن لهون أنا وعائلتي، وألا فيه كنت من ابني حسن كان عمره 65 يوم وبنتي عائشة عمرها سنة وشهرين. مسكنا أخي بالكسوة عن طريق التهريب، طبعا كنا راجعين نحن بإخبارية بحاجز طيار، وقدر الله علينا قعدنا سنة وشهرين بالمعتقل. أخي الكريم، بلش فيني سلسلة الاعتقالات من أكثر من فرع، يعني أنا فتت لسلسلة فروع. بلش اعتقالي إلى فرقة اللي بالكسوة، الفرقة الأولى، من ثم إلى فرع المنطقة، هذا الفرع الذي ذاقني ويلات العذاب. هذا الفرع أخي الكريم قعدت بمنفردة 7 أشهر تقريبا، منفردة واحدة قعدت فيها 7 أشهر. شاهدت بهالـ7 أشهر هذول، طبعا أنا محكوم إعدام كوني إني من دوما وإني من الثوار بصراحة. آلاف المعتقلين ما يزالون إلى وقتنا هذا مغيبين ولا يعرف إن كانوا أحياء أم أموات، هم فقط في أعين العالم أرقاما يتداول بهم في أوراق الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية. أنا كنت محكوم إعدام أخي الكريم، فسبحان الله بقدر الله عز وجل تمت مفاوضات بين الأخوة بجيش الإسلام وبين النظام. نعم هالمبادلة يعني تم إفراج عني من فضل الله عز وجل، مبادلة أسرى يعني. تم تبادل أسير اسمه غدير اليوسف، هو ملازم أبوه ضابط بالأسر تشرين، بأسر تشرين تم مبادلته تقريبا مقايضتي عن عائلتي أنا، يعني هالمبادلة كلها كانت خصوصي من شان أنا وزوجتي وولادي. لكل رقم من هؤلاء المعتقلين أسرة وبيت، ربما أطفال صغار انتظروا طويلا وينتظرون حتى الآن عودة أبيهم بكل شوق. منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم.